ستار وصفوها بالفنانة الشاملة، فهي قدرت تجمع بين الغناء والتمثيل. شفناها في رمضان الماضي في مسلسل يونس والفضة اللي حصد نسبة مشاهدة كبيرة، والسنة وقفت لأول مرة أمام محمود حميدة في فيلم يوم من الأيام. وغير الأفلام والمسلسلات شاركت بأهم برامج الأطفال مثل بوقي وطمطم وفوازير عمو فؤاد مع الراحل فؤاد المهندس. هبة مجدي هي ضيفتنا الليلة بستار تراك. على إنستغرام عندها 4 مليون فولوور، وهي عاملة فولو ل 271 شخص فقط. وآخر فيديو نزلته بالأبيض والأسود ببرنامج منى الشاذلي، وكانت بتغني أغنية لزوجها محمد محسن، وكتبت في قلبي مكان، وهالبوست شاهدوا أكثر من 148 ألف شخص. ما أقدرش أعيش غير بيك. وأيضا نشرت فيديو تاني لبرومو الحلقة، وكتبت الخميس إن شاء الله مع أستاذة منى الشاذلي، وشاهد هالبوست أكثر من 184 ألف فيور. انت خطبتي وتجوزتي وهتخلفي على طول، انت خلقك ضيق قوي عشان الحمل. ايه ده الناس عارفة ولا محدش يعرف؟ فبص لدولاب غيري، دي واحدة ست وبنتها بياخدوا الجايزة. ونزلت صورة سيلفي مع صديقاتها، وحصلت الصورة على أكثر من 38 ألف لايك. ومن بعدها نشرت صورة سيلفي تانية مع صديقاتها، وحصلت على أكثر من 75 ألف لايك. أما على فيسبوك فعندها على صفحتها الشخصية أكثر من 9000 فولوور، والملفت أنه الكفر فوتو صورة ليوم زفافها، وآخر صورة نزلتها وهي طفلة كتبت عليها بما معناه ذكريات، وحصلت الصورة على أكثر من 300 لايك. ونشرت صورة تانية بتجمعها بطفلة وكتبت ياسمين مسلسل ولاد 9. أما على تويتر فما عندها أي صفحة رسمية. ومن بعد مشاركتها بمسلسل ولاد 9 اللي يعرض حاليا، هبة راح تغيب عن الدراما الرمضانية لأنه بتستعد لأهم مشروع بحياتها وهو الأمومة. فالشهر المقبل هو موعد ولادة طفلتها الأولى من زوجها المطرب محمد محسن.